بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الكارديو بالمونري موديول. معاكم دكتور رشا ربيع، أسيستنت بروفيسور أوف أناتومي أند إمبريولوجي ألكساندريا يونيفرسيتي. محاضرتنا النهاردة بعنوان External Feature of the Heart. القلب ده هولو ماسكولار أورجان. طب ماسكولار وعرفناها، إيه هولو دي بقى؟ إن شاء الله هولو علشان فيه كافيتيز يا ولاد من جوه. هو موجود ما بين الاتنين لانج، المنطقة الواقعة ما بين اتنين لانج اسمها ميدياستاينم، ودي هنخصص لها محاضرتين مخصوص علشانها. هي الريجون الواقع ما بين التو لانج. الهارت موجود ان ذا ميدل ميدياستاينم، او قولوا دلوقتي ميدياستاينم لحد ما نعرف هي ايه هي الميدياستاينم. الهارت بالصلاة على النبي كده عليه الصلاة وأفضل السلام عنده أربع غرف، اتنين اتريا ودول اللي فوق، واتنين فنتريكلز اللي هما تحت. طب يا ترى عنده كام سيرفس؟ السيرفس اللي سيادتك شايفه ده هو السيرفس اللي واقع خلف القفص الصدري على طول من قدام، يعني خلف الاسترنم والضلوع. علشان كده السيرفس مشتق من الاسترنم والضلوع، فهنسميه سترنو كوستال سيرفس. كل السيرفس اللي سيادتك شايفه ده استرنو كوستال سيرفس، وده بيبقى معمول بليفت اتريان ورايت اتريان، ليفت فنتريكل رايت فنتريكل وليفت فنتريكل. كل السيرفس ده بالصلاة على النبي اسمه استرنو كوستال سيرفس عليه الصلاة وأفضل السلام. هو مبدئيا كده قبل ما نكمل بقيه السيرفيسز، الهارت ده بيراميدال ان شيب، عنده بيز قاعده متوجهه من ورا، ودي بتبقى مربعه غالبا. البيز بتاعته متوجهه لورا بوستيريورلي، خلاص دي البيز. طيب السيرفيس اللي من تحت الانفيريور سيرفيس بيبقى الى حد ما مثلث، وليه المثلث ايبكس اللي هي هنا كده، دي الايبكس. يبقى السيرفس الاسود اللي على تحت هو الديافراجماتيك سيرفس لانه هيقعد على الحجاب الحاجز، والسيرفس الاحمر متوجه لورا هو ال، قولوا معايا، البيز اوف ذا هارت. في على الجناب بقى رايت وليفت بالمونري سيرفس، سيرفس هنا وسيرفس هنا، ده رسم حلمانتيشي ثلاثي الأبعاد. خلاص اتنين سيرفيسز على الجناب، ودول اللي بيبقوا ملامسين لللنج، عشان كده بنسميهم رايت وليفت بالمونري. طيب السيرفيس اللي أنا هنقطه بالأخضر ده بقى كأنك جبت لوح إزاز وصلته ما بين الأبر بوردر هنا بتاع البيز وما بين الأبيكس أوف ذا هارت. هنا لوح الإزاز المنقط بأخضر ده هو ده الاسترنو كوستال سيرفيس يا ولاد، عشان تحط الهارت في الاناتوميكال بوزيشن صح لازم يبقى تلتينه، تلتين الهارت ناحية الليفت وتلته بس ناحية الرايت بيهايند الاسترنوم. طبعا الايبكس بتاعت الهارت، الايبكس اوف ذا هارت لازم تبقى دايركتد لتحت اللي هي دي، داون وورد اند فورورد على قدام. البيز اوف ذا هارت اللي هي الحمراء دي المربع الاحمر لازم يبقى دايركتد باك وورد، باك وورد. خلاص اتفقنا. السيرفس الاخضر اللي احنا اتكلمنا عليه هو الاسترنو كوستال سيرفس، السيرفس الاحمر هو البيز او البوستيريور سيرفس، السيرفس الاسود اللي على تحت هو الديافراجماتيك سيرفس. طيب هل الهارت ريليتد من قدام الاسترنو كوستال سيرفيس للكوستال كارترج والاسترنم بس؟ لا، دليله كبيره قوي سعادتك، ده في عضله اسمها استرنو كوستاليس ريليتد للاسترنو كوستال سيرفيس، وفي اتنين ارترز كبار كل واحد اسمه انترنال ثوراسيك ارتري ريليتد برضو للسيرفيس اللي هو من قدام ده، وفي حضرتك ده اسمه انتيريور بوردر اوف ذا لانج اهو بالغلاف بتاعها اللي اسمه بلورة ريليتد للاسترنو كوستال سيرفيس ده.
وفي سيادتك جلاند اسمها سايموس جلاند موجودة قدام الهارت ريليتد للاسترنو كوستال سيرفس. والجلاند دي بتضمر يا ولاد لما بنكبر، بتبقى ويل ديفلوبد في الأطفال وبتضمر لما بنكبر. سايموس جلاند طيب السيرفس اللي انتوا شايفينه ده هو الاسترنو كوستال سيرفس صح؟ اهو وانا شاده اللانج كده عامله لهم ريتراكشن بدبابيس عشان ابعدهم عن القلب. السيرفس اللي تحت ده بقى هو الديافراجماتيك سيرفس، ودي عضله اهي الديافرام. في سيرفس بقى لما تبيضوا مش هتشوفوه الا لو ديرنا القلب وشفنا الباك بتاعه اللي هو البيز اوف الهارت، وده بيبقى يعني مربع. تعالوا نشوفوه اهو يا ولاد، انا بص على قلب انسان من الخلف، شايفين ده يمينه وده شماله، وانا بص على ظهر الانسان ده، وادي الابيكس اوف الهارت متجهه ناحيه الشمال. المثلث ده كده كده هو ده الدايفراجماتيك سيرفس اللي قاعد على الدايفرام. شايفين المربع اللي فوق ده بقى هو ده البيز اوف ذا هارت، المربع ده اهو. طيب خدوا بالكم هنا ده اسمه ليفت اتريم وده رايت اتريم، طبعا مش فاتحين على بعض، ده في سد، حيطه سد كده ما بينهم اسمها انتر اتريال سيبتم، هناخدها ان شاء الله المره الجايه. شايفين بقى اللي بيفتح في الليفت اتريم اربع خرام جايين من اللنج اسمهم بالمونري فينز، اربعه بالمونري فينز جايبين الدم المؤكسد العسل من اللنج للليفت اتريم، بس انا مش عارفه الراجل هنا مزرقهم ليه، المفروض يبقوا حمر وزي الفل. طيب هنا بقى الليفت اتريم، شايفين الانبوبتين اللي في الرايت اتريم، فشايفين الانبوبتين اللي فاتحين فيه، واحده اسمها سوبيرو فينا كيفا والثانيه الانفيرو فينا كيفا، جايبين الدم المحمل بالكازورات وثاني اكسيد الكربون الى الرايت اتريم اوف الهارت. كل دي معموله بالبيز اوف الهارت. وده يا ولاد منظر جانبي للبيز اوف الهارت اهو، شايفين وراه مين؟ شايفين وراه مين؟ الفرتبرا الميدل فور فرتبرا، ثوراسيك فرتبرا 5 6 7 8، الميدل فور قصاد بالظبط البيز اوف الهارت. طب ايه بقى ان شاء الله اللي بيفصل التو اتريا عن التو فنتريكلز؟ من ورا، انا باصه من ورا، دول التو اتريا ودول المفروض التو فنتريكل، طبعا مش سارحين على بعض، في حيطه سد من جوه ما بينهم. ده فين كبير اسمه كوروناري ساينس، كلمه ساينس يعني فين كبير، ده كوروناري ساينس. واي فين اي فين مسيره في النهايه يصب في الرايت اتريوم، رايت اتريوم ملتقى الأحبة، ملتقى كل الفينوس درينج بتاع الجسم كله. مين المعلم ده بقى؟ طبعا ده الديافرام، شايفين ولاد عنده قبتين ازاي، قبة يمين وقبة شمال، القلب قاعد في النص تلتينه ناحية الشمال صح؟ فهو اكيد هيقعد على القبة الشمال، والحتة اللي في النص يلمس الحتة اللي في النص، الحتة اللي في النص بين القبتين اسمها سنترال تندون اوف الدايفرام، وهناخدها لما ناخد الدايفرام. يبقى بيقعد على الليفت كوبيلا والسنترال تندون اوف الدايفرام، لانه موجود هنا الهارت كده حادف ناحية الشمال اكتر. زي ما اخدنا اهم السيرفيسز في الهارت، خلونا نتكلم على البوردرز اوف الهارت. طبعا احنا عندنا الابر بوردر اوف الهارت يا ولاد، يبان من قدام ويبان من ورا، ادي الابر بوردر اوف الهارت. خدوا بالكم الرايت اتريوم هنا باين، انما الليفت اتريوم بيعمل له ماسكينج الفيسلز اللي طالعه وداخله في الهارت، دول مداريين بقيه الليفت اتريوم، مش باينه منه غير الحته الصغننه دي. كل ده الابر بوردر معمول برايت اتريوم وليفت اتريوم. طب تعالوا نضيره ونشوفه من ورا كده اهو، كل ده برضو الابر بوردر، بس هنا الليفت اتريوم بان بقى على حقيقته، وكانت الفيسلز اهي هي اللي مدرياه من قدام، وادي الرايت اتريوم.
فالابر بوردر يا ولاد معمول ملي بالليفت اتريا، بس هو مش باين علشان خاطر الفيسلز دي اللي مدرياه. زي ما اسالك في الام اس كيو، هي البيس دي اوف ذا هارت معموله بايه؟ هتقول لي ليفت ورايت اتريا، بس ملي بص قد ايه الليفت لقد ايه الرايت. تمام. طيب ده بالنسبه للابر بوردر اوف الهارت. عايزاكم تاخدوا حته بالكم من حته مهمه قوي اثناء النمو. بص يا شباب، كله يعمل ايده كده كده، شايفين ده هو الاسترنو كوستال سيرفس، السيرفس المربع اللي موجود من ورا ده هو البيز اوف الهارت، دي كده الايبكس اوف ذا هارت. هنا المثلث اللي تحت ده هو الدايفراجماتيك سيرفس اوف ذا هارت. الهارت تلتينه بالظبط ناحيه الليفت وتلت ناحيه الرايت. تمام. طيب الهارت كان كده بحيث الايبكس متجه لقدام، بس اثناء النمو الهارت لف كده وجه ناحيه الشمال. طيب اذا علمت ان البيز دي اللي ورا الهارت، البيز دي كلها جزء كبير منها ليفت اتريوم وجزء صغير منها رايت اتريوم، وهي كانت موجوده لورا صح، لما الهارت لف هيلف كده ناحيه الشمال اثناء النمو، ايه اللي هيحصل؟ بصوا، جزء من الرايت اتريوم هيبان لك من قدام اكتر، انما بقيه الليفت اتريوم هيستخبى ورا. اهو هنرجع تاني، البيز اوف الهارت رايت وليفت اتريوم كانوا ورا، الهارت لف كده ناحيه الشمال، ظهرت لك جزء كبير من الرايت اتريوم من قدام، وبقيه الليفت اتريوم معظمه عامل البيز من ورا. طيب بقيه البوردر بقى يا ولاد بتاع الهارت، عندنا الرايت بوردر اهو صح، مين المعلم ده بقى؟ ده الرايت اتريوم اهو. طيب شايفين اللور بوردر، حته صغيره اللي هي الحمراء دي من الليفت فينتريكل الانفيريور بوردر عفوا، ومعظمها معمول بالرايت فينتريكل، ولا ايه اللي انتوا شايفينه؟ طيب بالنسبه بقى للليفت بوردر، كل ده الليفت بوردر، شايفين حته صغيره من فوق معموله بالليفت اتريوم والباقي بالليفت فينتريكل، كل ده اسمه ليفت بوردر، كل ده اسمه رايت بوردر معمول بالرايت اتريوم، كل ده لور بوردر كله معظمه بالرايت فينتريكل، وجزء صغنطوطي بالليفت فينتريكل اللي هي الايبكس. نيجي بقى نتكلم على الجروفز يا ولاد او الصلصاي مفردها سالكس اللي موجوده على الهارت. في عندنا كروناري سالكس، خدوا بالكم مش ساينس، ساينس يعني لارج فين، انا بقول سالكس يعني جروف، وده بيفصل التو اتريا من التو فينتريكل، وعامل بالظبط زي تاج الملك اهو، من هنا اهو، مش رقم واحد ده هو الرايت اتريوم ورقم اتنين هو الرايت فينتريكل، وواحد اهو، مش رقم تلاتة ده هو الليفت اتريوم ورقم اربعة ده هو الليفت فينتريكل. المشكلة ان الجروفز دي بتلف من ورا وتحوط الهارت زي تاج الملك بالظبط اهو. طيب ماشي فيها ايه يا ترى؟ هو بالظبط عامل زي تاج الملك بالظبط، بيحوط ويحزم الهارت، يبان من قدام ويبان من ورا، واسمه كروناري سالكس. ماشي فيه مين يا ترى؟ احنا خدنا قبل كده فاكرين الكروناري ساينس لما قلنا ماشي هنا كده عشان يفصل، الكروناري ساينس بيفصل الدايفراجماتيك سيرفس اللي تحت من البيز اوف ذا هارت من ورا، افتكرتوه؟ طب ايه كمان بيبان؟ والله في الحته دي بيمشي الرايت كروناري ارتري هنا كده، في الحته دي بيمشي سيركم فليكس ليفت سيركم فليكس ارتري، ويلفوا كده ويتقابلوا ورا ويحضنوا بعض ويعملوا انستموزس. اه يا ولاد ده الرايت كورونري وده الليفت سيركم فليكس، هيروحوا لورا هنا كده ويحضنوا بعض ويعملوا انستموزس في الوقت نفسه، الحته اللي ورا دي ماشي فيها فين كبير اسمه كورونري ساينس. كل ده بقى تاج الملك ده من قدام، من هنا ومن هنا، والحوضه اللي من ورا دي اسمها كوروناري سالكس. ايه كمان بقى الجروفز اللي ممكن او الصلصاي اللي ممكن تظهر على الهارت؟ شايفين هنا كده؟ اه
ده anterior interventricular sulcus او جروف، وده بيفصل الرايت فينتريكل من الليفت فينتريكل. وزي ما انتم شايفين ماشي في ارتري بنفس الاسم anterior interventricular artery، ومعاه فين كبير حبتين اسمه great cardiac vein. الحقيقه بقى الدافراجماتيك سيرفيس يظهر فيه جروف او سلقس اسمه بوستيريور انتر فينتريكولار سلقس او جروف، وبيمشي فيه ارتري بنفس الاسم بوستيريور انتر فينتريكولار ارتري، ومعاه فين بقى اسمه ميدل كاردياك فين. يبقى الجريت العظيم يبان من قدام على السيرموكوستال، انما الميدل كاردياك فين ده بيبان من دايفراجماتيك سيرفيس، تمام، وبيصب طبعا في الكورونري ساينس الكبير. خلاص يا ولاد، عرفنا مكان الهارت فين في الميدياستاينال، عرفنا السيرفيسز بتاعته، عرفنا الاربع بوردرز بتوعه، عرفنا الجروفز او الصلصاي اللي بتبان عليه. عايزاكم تعرفوا ان معظم البيز معموله بالليفت اتريوم، ان البوردرز ممكن تبان من ورا، ان الليفت فينتريكل معظمه موجود من ورا، يعني تشوفوه في الدايفراجماتيك سيرفيس اكتر يا ولاد، يعني معظم الدايفراجماتيك هنا سيرفيس معمول بالليفت فينتريكل، والعكس في الاسترنوكوستال سيرفيس كان معظمه معمول بالرايت فينتريكل. من قدام برضو يا ولاد لما تيجوا تشوفوا الليفت اتريوم هتلاقوا صعب ان انتوا تشوفوه من قدام لانه ماسكد بالجريت فيسلز الكبيره دي. كل الكلام ده قلناه ولا ايه؟ يلا ولاد معايا، identify الجروف and mention its content. طيب الجروف ده يبان من قدام يبقى اسمه anterior interventricular، بما انه ظاهر ما بين الاتنين ventricles، وبيمشي فيه anterior interventricular artery و great cardiac vein. هي الست الغندورة دي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجة اسمها percussion of the heart. طبعا الكلام ده عفى عليه الزمان، دلوقتي احنا عشان نشوف الهارت كويس بنعمل له سونار او ايكو على الهارت. طبعا البركشن ده لو حاجة مفرغة يعني فيها هواء بتديني طبعا صوت معين اثناء البركشن عشان تحدد الهارت. طب احنا عايزين نعرف نحدد الهارت من بره كسيرفيس اناتومي، نقدر نرسمه على العيان من بره، فده هيخلينا يقودنا الى حاجه اسمها سيرفيس اناتومي اوف ذا هارت. تعالوا نشوف. عشان احدد السيرفيس اناتومي بتاع الهارت من بره هعمل اربع نقاط واوصل بينهم ويبقى هو ده الهارت. هبتدي من عند الضلع الثاني، ليفت سكند كوستال كارتليج، كوستال كارتليج اهو، وبعدين عند الكوستال كارتليج التالت. 2 في 3 بكام؟ 6. هنزل عند 6 كوستال كارتليج، بمشي كده. طيب 2 زائد 3 بكام؟ 5. هعمل 5 انتر كوستال سبيس ما بين الضلع رقم 5 والضلع رقم 6، انتر كوستال سبيس السبيس اللي ما بين. طب يبقى انا حددت اربع نقط، 2 كوستال كارتليج، 3 كوستال كارتليج ضربهم 6 جمعهم 5. بيبعدوا قد ايه عن الميد لاين؟ بيبعدوا، هبتدي بقى، مش انا ابتديت من النقطه دي في الاول، هبتدي بقى بالنقطه دي، بيبعدوا نص انش من الميد لاين. النقطه يعني اللي هي دي بتبعد نص انش عن الميد لاين. اطلعوا بقى العكس، النقطه دي بتطلع 1 انش من الميد لاين، جمعهم كام؟ 1.5. طيب 1.5 و1.5 يعني 3، تقريبا 3.5 انش النقطة دي من الميد لاين، يعني دي نص انش من الميد لاين، دي 1 انش من الميد لاين، دي 1.5 انش من الميد لاين. يعني لما اقيس المسافة من هنا لهنا الاقيها 1.5، دي اقيس المسافة من هنا للميد لاين الاقيها 3.5، نص، 1، 1.5، 3.5 من الميد لاين، وبمشي كده. طب ما انا لما اقول لك ايه هو بقى الابر بوردر السيرفس اناتومي بتاع الابر بوردر اوف الهارت بس هتقول لي من النقطه 1 للنقطه 2. طب الرايت بوردر من النقطه 2 للنقطه 3. طب اللور بوردر من النقطه 3 للنقطه 4. طيب الليفت بوردر من النقطه 1 للنقطه 4 ولا ايه؟ ايه طبعا، هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4. طب لما اقول لك الابيكس اوف ذا هارت تقول لي النقطه 4 اللي هي
ليفت فيفس انتركوستال سبيس 3.5 انش من الميد لاين. شاطرة يا دكتورة. الواجب بقى بتاعكم النهاردة تمسكوا اخواتكم الصغيرين الرفيعين وتنيموهم، وتيجوا كده عند الليفت فيفس انتركوستال سبيس، تبعدوا 3.5 من الميد لاين، وعايزاكم تدققوا وتلاحظوا البلسيشن بتاعت الايبكس اوف ذا هارت. تمام، بغض النظر الراجل ده طبيعي ولا مش طبيعي، هيعلموكوا بقى في البطنة ازاي تحددوا ان البلسيشن دي طبيعية ولا لا. عايزاكم بس تشوفوها، تعملوا لها انسبكشن بالعين المجردة. طيب قبل ما اكلمكم على السيرفس اناتومي بتاعت الفالفس اوف ذا هارت، هفكركم بسلايد قديمه للجنرال سيركوليشن، السيستميك سيركوليشن والبلمونري سيركوليشن، عشان تتخيلوا الصمامات دي موجوده فين. السيستميك يا ولاد بتبتدي من الليفت فينتريكل وتنتهي عند الرايت فينتريكل. ادي الليفت فينتريكل هيصب الدم او يدفع الدم للاورطه، ومن الأورطة لجميع أجزاء الجسم، وبعدين الأرتريز، الأرتريولز، كابيلاريز. الكابيلاريز في كل تيشو تاخد الدم عن طريق فينيولز وفينز، ترجعها للدم عن طريق الرايت اتريوم، من الرايت اتريوم للرايت فينتريكل، وستوب كده خلصنا السيستميك سيركوليشن. بتبتدي في الليفت وتنتهي في الرايت. تبتدي بقى البلمونري سيركوليشن من الرايت وتنتهي في الليفت. من الرايت فينتريكل هيروح الدم عن طريق البلمونري ترانك، اللي بيتقسم البلمونري ترانك لاثنين، بيروح كل لانج، بيرجع الدم من الاثنين لانج عن طريق 4 بلمونري فينز، بيصبوا في الليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم عن طريق المايترال فالف يروح صابب في الليفت فينتريكل وستوب. معنى كده البلمونري سيركوليشن ابتدت من الرايت وانتهت في الليفت، السيستميك سيركوليشن ابتدت في الليفت وانتهت في الرايت. هي سيركولاتوري واحده، سيركوليشن واحده بس بنقسم اجزائها فقط. ادي يا جماعه هنا الدم زي ما انتم شايفين بينزل او بيطلع من الرايت فينتريكل ويروح لللانج، بيرجع من اللانج الاحمر ده يصب في الليفت فينتريكل، ومن الليفت فينتريكل لجميع اجزاء الجسم. ده يخلينا نقول طب يا ترى ايه هي الصمامات بتاعه الهارت؟ عندنا 4 ترايكاسبيد ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، مايترال ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، بالمونري فالف موجود عند فوهة البالمونري ترانك، أورتيك فالف موجود عند فوهة الأيورتا اللي بتفصله عن الليفت فينتريكل، وهنا البالمونري بيفصل البالمونري عن الرايت فينتريكل. السيرفس أناتومي بقى يا ولاد بتاع الفالفس، احنا عندنا بالمونري وأيورتيك ومايترال وترايكاسبيد، دي الصمامات بتاعت القلب. با مت البي هنبتدي بالسيرد كوستال كارتريج اهو، قصاد السيرد كوستال كارتريج انزل خطوه تحت السيرد تبقى السيرد انتر كوستال سبيس الاورتيك الاي، انزل خطوه كمان تبقى الفورس كوستال كارتريج، ولاحظوا ان التلاته دول تو ذا ليفت اوف ذا سترنم. يعني مثلا لو عندنا اهي، بصوا للرسمه اللي تحت، ادي هنا ولاد، هنا السيرد كوستال كارتريج، انزل تحت شويه هنا هتبقى الاورتك، انزل تحت شويه هيبقى المايترال. بامت وعلى الناحيه الليفت من الاسترنم، دي الناحيه الرايت من الاسترنم، ودي الليفت، وده خط النص. التي بقى الترايكاسبيد قصاد الفورس انتر كوستال سبيس هنا كده بس نير الميد لاين، هنا البا البي بالمونري، هنا الايورتيك با، هنا المايترال مات، هنا الترايكاسبيد. بننزل خطوه، بنبتدي من 3 كوستال كارتليج، انزل خطوه 3 انتر كوستال سبيس، انزل خطوه 4 كوستال كارتليج، انزل خطوه 4 انتر كوستال سبيس، بس اول 3 تو ذا ليفت اوف ذا سترنم، انما الاخير الترايكاسبيد ان ذا ميد لاين.
Identify the groove. Mention its content. Identify this groove. Mention its content. طبعا الجروف ده posterior interventricular وفي posterior interventricular artery وفي كمان الميدل كاردياك فين. الجروف ده اسمه coronary sulcus وفي الكوروناري sinus وفي السيركمفليكس والرايت كوروناري بيتقابلوا وبيحضنوا بعض هنا. Identify these structures. طبعا دول الأربعة pulmonary veins. Identify this. ده السوبير فينا كيفا بيفتح في الرايت اتري. Identify this groove. Anterior interventricular groove. Identify this. Anterior part of coronary sulcus. طبعا coronary sulcus عامل زي التاج الملك، هنا فرع وهنا فرع وبيحوطوا كده زي التاج داير ما يدور.